مهموزها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قد بكت مركز كان ساري مقالة برعا يا مناسبة بلاران وقبتي تدبار دير دمست حفتك قرآن كريم وحانا مناسبة دير لو قبتي أردان دمست حفتك قرآن كريم كا سوقيب قلي قار كان بدع علماء ووين قبل كتقدر والدين يسيدو كلا مرت شرف قلي وقورينا وحال كاسي هذا الكيس كدام مري إزلا مركا أنا شرحات كبحية مراحل كي كلا دوانا أو مركز كان ساري مقالة برعا سومري مامولاها قودة مركز كني سيد علي عبد الرحمن يسيدو كلا مامولاها حدا قعانتا كوها يا مركز كني خالد الشيخ موليد مركز كني وحال فري لبدا يكون يشان يتوبانكا وحشغني هذا المدى أفر سنة وحصوصا ساري لبدا فعدود دفعدا مانتا انو قبانا انو حفلدا يدف دفعدي يوه الرئيسي ويضنا كوكو منايد اللي حاردي وحا كلو سند كم مركز كو قرشي سنة قرشوين دورة قرشوين كوحا كامدا دفعد يضنا لغد السي ننعه قادة او آد يا آد لغو تيريي منهج كوس يوتيوب بلا او كوهبون لسيه ارديدا وأنا أردت هالكلام هذا فردي ذا يقار خلاص فردي يبا أردت أس وحن ما أنت كنت لك الله ينام صوبن دجنو حقا السؤال هذا لو يديو لكن وقت بقى قابن وحن إن شاء الله مركلا نصوبن دجنو طبعا إن شاء الله برامج كودا يقول لو يديني القرآن كا صدق كشيء وحن كنت وبرني مركان هي قاعدة قدام ميني من ألف أو أنور عني سي لس نساء مع شراء أو تحناء قرصة صدحات ومركز كوشان كدوني سوون حقيقية وحكم ذا إنه سكر قيب قالوا ترتمد المسابقات ككريم كا أو إن شاء الله قولوا مهم إن شاء الله هدي رأيك اللي هو كسوه يو وحنو مهد علينا نمان علماء ضيا إن مركي هراء وقف كنو ديبتي إنه جاء مني حنو أمسن لي وحيابيه نلاقو ديبي أنا لقو إن مين الكسوة بحنا ما تعلموا وحال الدونان وحكلو مهند غيا تذكر مساعدك اللي سي وقفي سيجي قال أديات مهند غيا سبحانه وتعالى مساعدك حسرات كلا وصار وحنو مهند غيا والد ك يو تذكر حافظ الدجن والسيف عم نوقع عن قبتي نلاش غيي تعود يو مركز كي دردر درجلين كنلاولي إلهي سبحانه وتعالى دمانت الله بركة يو waxa iyaguna halkaas iyo hadalka iska daba qaatay waalidiin iyo sidoo kale culimada waaweyn ee ka soo qayb gashay munaasabadani iyagoo isla markaana u hambalyeeyay ardaydan dhameystay xiftiga quraanka ee kareemka marka markii hore waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ee maamulka markaska runtii aad iyo aad u mahadsanyihiin ee juhdi badan iyo waqti badan runtii ay galiyeen runtii way ka muuqataa saajiga dhaxiisii ku qabsanayna xafladaha diyaar u qiimo badan munaasabad ee lagu weynaynayo quraanka kariimka ah laguna soo bandhigayo ubixii iyo ardadii khatintay quraanka oo aad aragtaan quruxda iyo shacniga ka muuqda allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu quraanka kuwa ka shaqeeya oo khidmeeya naga dhigo ayaan rabbiga weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala waxaan u baahanahay in la wado in la helo wada shaqeyn rasmi ah oo dhexmarta waalidka iyo macallimiinta iyo markaska waxaan si gaar ah ugu duceynayaa ardaydaas ee mutakharijiinta ee maanta qalin jabisay quraanka ka qalin jabisay ilaahay tabaaraka wa taala ha ku sugo allah ha barakeeyo quraanka ay barteen allah ku anfaco amalkiisa iyo cilmigiisa ilaahay tabaaraka wa taala ha waafajiyo ugu dambeeyay waxa halkaasii shahaadooyin lagu gudoonsiiyay toddobadii arday dhameystay xaafidna ku noqday kitaabka quraanka ee kariimka shaakir abdi ahmed sab tv burco